في آخر إحاطة لها عن العراقي أمام مجلس الأمن الدولي، قالت جينين بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، قالت إن الوضع الأمني في البلاد تحسن كثيرا، لكن السلاح المنفلت والشعور مكونات بالتهميش والاستبعاد تشكل عثرات كبيرة، يضاف إلى ذلك محاولات للسطو على السلطة. البعثة الأممية شهدت محطات كثيرة منذ تأسيسها عام 2003 بموجب قرار لمجلس الأمن بناء على طلب من بغداد، ليأتي قرار آخر بعد 20 عاما بإنهاء مهامها في كانون الثاني 2025 بطلب من بغداد أيضا لانتفاء الحاجة إلى دورها السياسي. أطلعت يونامي بمهامها بعد تغيير نظام الحكم، لكن دورها توسع بشكل كبير خصوصا عام 2007 بموجب قرار من مجلس الأمن أيضا لتدخل أكثر في السياسة والأمن والانتخابات، ولها مواقف من احتجاجات تشرين 2019. يتمثل تفويض يونامي بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للعراقيين حكومة وشعبا بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية، فضلا عن المساعدة في عمليات الانتخاب وتيسير الحوار الإقليمي مع دول الجوار وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني. كلفت البعثة الأممية أيضا بالعمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، على أن لا تقدم بنفسها برامج إنسانية وإنمائية بل ترفع من شأن تلك القضايا. يعمل في يونامي نحو 650 موظفا، بينهم 251 موظفا دوليا، وما يقرب من 400 عراقي. تدير الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام البعثة بدعم من إدارة عمليات السلام، كذلك إدارة الدعم التشغيلي. قدمت البعثة الأممية في العراق عديدا من التضحيات، ولعل أولها مقتل سيرجيو ديميلو المبعوث الخاص للأمين العام مع 22 من زملائه في آب 2003 بعد 3 أشهر فقط من وصوله إلى بغداد، عندما تعرض مقر الأمم المتحدة هناك لهجوم إرهابي بسيارة مفخخة.